في هذا يعني الدليل الذي يدل على أن في كل مكان لك أن تصلي إلا في الأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض كلها مسجدا، يعني موضع للسجود والصلاة، مسجدا يعني موضع للسجود والصلاة، وطهورا يعني لمن تعذر عليه أن يتوضأ يتيمم على الصعيد الطيب. ماشي؟ طيب. نعم. الأصل أنك تصلي في أي مكان تصح صلاتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. يستثنى من ذلك ما جاء فيه الدليل، مثل أماكن نجسة والرزة فهجر، والنجاسة من شروط الصلاة إيش؟ إزالة النجس، وتزال من أين؟ من الثوب والبدن والبقعة التي تريد أن تصلي فيها، واجب عليك أن تجتنب النجاسة، فمتى ما وجدت بقعة نجسة لا يصح لك أن تصلي فيها، تذهب إلى بقعة أخرى طاهرة. والمغصوبة الأرض التي غصبت من صاحبها، أخذت غصبا، ضربه اعتدى عليه وصادر عليه أرضه، هذه ما تصح الصلاة فيها. والحمام، الحمام مكان الاغتسال مش مكان قضاء الحاجة، مكان الاغتسال. وأعطاني الإبل، يعني الأماكن التي تأوي إليها الإبل وتبرك فيها، إذا كانت الإبل منتشرة البر صلى أي مكان، لكن في أماكن تأوي إليها فيها شرابها فيها علفها، هذه أماكن لا تصلي فيها. هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. والمقبرة أيضا فيها حديث، لكن يقول: سوى صلاة الجنازة فيها فلا تضر. صلاة الجنازة معروف أنه ما فيه لا ركوع ولا سجود، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعد أن دفنت بشهر، فدل على أن صلاة الجنازة لا بأس أن تصلى في المقبرة، أما غيرها فلا. طيب، الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة أو إلى القبور كما في الحديث، يعني حتى لا تتخذ إيش معبودات من دون الله عز وجل، لأن فتنة الأموات هذه فتنة عظيمة. منذ قديم الزمان الناس يعظمون القبور والأموات والأولياء والصالحين ويعبدونهم من دون الله عز وجل، وليس كما قيل أن لأنها مظنة للنجاسة، كلا، ليس بالضرورة تكون المقبرة فيها نجاسة، والناس يدفنون في الأرض، ها، في باطن الأرض، وإنما جاء النهي حتى لا تعظم وتعبد من دون الله عز وجل. يقول: والحش، يعني هنا الحش مكان قضاء الحاجة، أصله كما في الحاشية يقول: الحش البستان، والفتح أكثر من الضم، يعني يقال الحش والحش، لكن أكثر الفتح حش. وقال أبو حاتم: يقال لبستان النخل حش، والجمع حشان وحشان، وقولهم بيت الحش مجاز، لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، فلما اتخذوا الكنف، يعني المراحيض في البيت، جعلوها خلفا عنها، جعل المراحيض في البيت خلفا عن الحش والغائط، المكان المنخفض كان يتقصدون لقضاء الحاجة. يقول: أطلق عليها ذلك الاسم كما في المصباح المنير، مادة الحاء والشين. يقول: أما طبعا هنا الحش لماذا لا تصلى؟ قال: إذا كان الحمام مكان موضع الاغتسال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فما بالك مكان قضاء الحاجة، فمن باب أولى يكون إيش النهي مصب عليه. يقول: وأما النهي عن المجزرة، مكان ذبح الذبائح، والمزبلة، مكان وضع الزبالة، وقارعة الطريق، يعني وسط الطريق، وفوق ظهر بيت الله، فهو ضعيف. كل هذا ما جاء فيه نهي صريح، فمن ذهب إلى المنع من الصلاة في هذه الأماكن فهو مذهب ضعيف لا تقوم به حجة. وأضعف من ذلك قولهم: أسطحتها مثلها، يعني إذا في مثل حمام ولا حش ولا بيت خلاء في الدول الأرضية، فوق إيش؟ غرفة، فيقول فوق سقف المكان المنهي عنه لا تجوز الصلاة، يقول هذا ضعيف جدا، لا علاقة له. طيب، يقول: فالصواب جواز الصلاة في هذه الأماكن، المجزرة وما بعدها، ما بعدها مما ذكر في هذا السطر، المجزرة والمزبلة وقاع الطريق وفوق ظهر بيت الكعبة.
وإن كان المذهب أنها كلها لا تصح فيها، لا تصح فيها يعني الصلاة، مذهب الحنابلة. نعم.